يا للمفارقة الغريبة، الآلاف من المغاربة يهاجرون إلى مدينة مغربية تحتلها إسبانيا، لا يجدون لقمة العيش في بلادهم التي يحكمها الملك محمد السادس ونظام المخزن، ويحلمون بحياة أفضل في بلادهم التي يحتلها الإسبان منذ قرون. هل أصبح العيش في ظل الاحتلال أرحم من البقاء تحت حكم ملك ظالم؟ وبعد 4 سنوات من توقيع المخزن على اتفاقيات التطبيع ومجاهرته بالعداء للجزائر، أين هي المشاريع الاقتصادية التي وعد بها الكيان الصهيوني نظام المخزن الذي فشل فشلا ذريعا في بلوغ تنمية حقيقية وعادلة للمناطق الفقيرة في المغرب؟ المغاربة ذاقوا ذرعا من الوعود الكاذبة لحكومات المخزن المتعاقبة، وقرروا هذه المرة إطلاق أضخم حملة للهجرة غير الشرعية في تاريخ المغرب. قوات القمع المخزنية كانت لهم بالمرصاد واستخدمت العنف ومنعتهم بالقوة من المغادرة، لا معيشة كريمة ولا إمكانية للسفر إلى الخارج ولا حتى مقدرة على الحرقة. لماذا كل هذا الضغط؟ المخزن يتسبب في غليان بركان سينفجر حتما في القريب العاجل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.